كيلو دقيق، كيلو دقيق بياخد معلقة كبيرة من السكر، بياخد معلقة كبيرة من الخميرة، وادي رشة الملح، رشة بسيطة كده بين ايدينا عشان تنشط العجين بتاعنا وتطلع الجلوتين اللي جوه. معايا ايه تاني؟ معايا مية دافية للعجن. ادي المية اهي بتاعتنا، بس طبعا مية الكاتل سخنة، وادي المية اللي من الحنفية. قلنا قبل كده كذا مرة مية باردة هتاخد وقت كتير جدا في العجينة، لكن مية دافية تنشط لنا العجينة على طول. طيب مقدار المية ايه يا نونة؟ مش هنقدر نحدده، علشان قلنا برضو قبل كده كذا مرة ان الدقيق بيختلف نوعه من واحد لواحد. اهو هنبدأ بكوباية ونشوف هنحتاج زيادة ولا لا. طيب هنحشي العجينة بتاعتنا بايه، او الفطاير المحشية قرفة النهاردة بايه؟ كل اللي محتاجاه زبدة مذابة او سمنة زي ما انتوا عايزين، او ممكن كمان تحطوا زيت مفيش اي مشكلة، مع رشة القرفة، اكتر من كده مش عايز. التزيين بقى بتاعها ده حاجة تانية وموال تاني خالص، هقول لكم عليه لما نوصل. طيب العجينة معانا اهي، نخلط كل دول الاول. وانزل بالمية الدافية شوية شوية. شوية شوية من بعد الكوباية الاولى، لان انا عارفة طبعا من كيلو دقيق اكيد لازم هياخد اكتر من كوباية. فالكوباية الأولى أنا حطيتها وأنا مطمنة إن أنا هحتاج زيادة عليها. آدي الكوباية التانية، بسم الله. قلت مش هحدد مقدار مية علشان بيختلف من دقيق لدقيق. بسم الله. على فكرة العجينة عندي بدأت ان هي تلم. يعني ايه بدأت تلم؟ يعني انا ممكن ما اخدش الكوباية الثالثة كلها. في اللحظة دي بقى هبدأ احط شوية شوية صغيرين لحد العجينة بتاعتنا ما تلم. بسم الله. بصوا العجينه بتاعتنا بدات ان هي تبقى كده، بس بصوا فيها تلزيقه خفيفه. هل احط دقيق؟ لا، هي مش محتاجه حاجه، ادام بدات تعمل كده يبقى مش محتاجه غير ان انا ولا احط لها دقيق ولا احط لها ميه. كل اللي محتاجاه ان هي تتعجن علشان تديني عجينه ناعمه قوي وطريه زي الملبن زي ما احنا ما متعودين. يبقى انا كده خلاص اهو هشيل الميه، كده مش محتاجاها تاني، وهبدا ان انا اعجن العجينه بتاعتي كويس قوي علشان تديني عجينه ناعمه، وبعد كده اسيبها تتخمر براحتها. عندك وقت سيبيها تتخمر براحتها خالص، مش اقل من ساعتين. كل العجينه ما ارتاحت وكل العجينه ما خدت وقتها وبراحها في التخمير، خدت عجينه انت بتتمنيها اللي هي تكون طريه وهشه وفي منتهى الجمال. بصوا كده، طبعا انا مش هشغل العجان دلوقتي علشان صوته، هشغله في الفاصل علشان تشوفوا شكل العجينه هيبقى عامل ازاي، بس عشان نستفاد بالوقت بتاعنا. ادي العجينه بتاعتنا اهي بعد ما بتخمر، بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده كده. تعالوا بقى كده ايه نشتغل فيها، نغسل ايدينا عشان طبعا انا بحب اشتغل في العجين بايديا علشان احس بملمس العجينه. صدقوني بيبقى متعة، موضوع مش موضوع ان انا لازم البس كلافز او لازم البس جوانتي، لا، لازم وانا بشتغل ابقى حاسة بملمس العجينة اللي انا بشتغل فيها. احساس فظيع عمركم ما هتحسوا بيه وانتوا لابسين جوانتي في ايديكم، وطبيعي ان انتوا في البيت اصلا ما بتلبسوش جوانتي وانتوا شغالين. هبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم، رشة دقيق حلوة كده على الرخامة او على الترابيزة اللي انا بشتغل عليها، وابدأ كده بسم الله. ادي العجينه بتاعتنا اهي، شكلها ما شاء الله عليه يفرح. اعمل كده
بصوا ملبن ازاي بالشكل ده. وهبدا ان انا كل العجينه بتاعتي دي هفردها يا اما مربع يا اما مستطيل. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ما شاء الله العجينه متخمره ومرتاحه كويس قوي. لو مش متخمره ومرتاحه كويس قوي بصوا ما شاء الله عليها مش هتتفرد معايا بالسهوله دي. نفردها مربع او مستطيل علشان لما نيجي نقطعها تبقى كلها معانا متساويه. نحاول كده نسويها. ايوه كده بالشكل ده كده. بصوا اتفردت ما شاء الله معايا عامله ازاي بالشكل ده كده. فاضل ايه؟ فاضل ان انا ادهنها بالزبده والقرفه عشان ابدا اقطعها واشوف هتتقطع شكلها عامل ازاي علشان تديني الشكل اللي انا عايزاه. ادي الزبده. مفيش حته من الفطاير بتاعتنا او من العجينه بتاعتنا ونسيبها، لازم كلها يبقى عليها القرفه وعليها الزبده بتاعتنا دي. عايزه تحط لها سكر ماشي، بس كده يبقى ايه قلبت معانا السينابون، لكن انا عايزه الحشوه بتاعتنا تبقى زبده وقرفه بس. طب العجينه اللي انت عاملاها دي يا نونا تنفع للسينابون؟ اه تنفع جدا جدا جدا، وهتطلع معاكي في منتهى الجمال وهيله. عجينه فيها خميره فهتديكي الشكل اللي انت عايزاه من السينابون وهيطلع معاكي في منتهى الجمال. بس في اللحظه دي بعد ما تدهني الزبده هتروحي حاطه على القرفه ربع كوبايه سكر وتبداي ان انت تحشي بيها العجينه بتاعتك. بس بالشكل ده كده هبدا اعمل كده. بالشكل ده علشان كلها تبقى واحد. وعلشان اضمن ان القرفه بتاعتنا لزقت في الزبده وان هي مش هتقع لما اجي الف الفطاير بتاعتنا، هعمل حركه بسيطه جدا كده بالنشابه بتاعتنا، همشيها يا دوب دحرجه بسيطه كده خالص على العجينه علشان تمسك فيها مع بعضها. بصوا كده هروح عامله كده بس خلاص اهي عشان ابقى ضامنه ان هي ماسكه في الفطاير بتاعتنا. كده خلصت؟ اه خلصت. يا دوب بقى كده فاضل ايه؟ فاضل ان انا اجيب الصاج بتاعنا وابدا ان انا اقطع الفطاير بتاعتنا دي الرفع اللي احنا عايزينه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هعمل كده. بصوا كده بقطعها صوابع متساويه، عايزه اعرض عايزه ارفع زي ما انت عايزه. بالشكل ده كده هقطعها كلها وهبدا الفها. هوريكم واحده هلفها عشان اطلع فاصل، وفي الفاصل اكون لفيت باقي العجينه. بصوا بقى كده هعمل كده بالشكل ده، والطرف اروح جايباه لتحت كده. هتلاحظوا ان هي بصوا انا عاملاها هتلاحظوا ان هي في فطاير هتبقى صغيره وكبيره، دي انا هستفاد بيها في التزيين اللي هعمله، هتبقى معايا حلوه قوي. واروح جايبه الطرف كده وحطاه من تحت بالشكل ده كده، واوسع شويه علشان هي هتعلى معايا ساعه التسويه.
شايفين كده. طبعا تسلم ايدك يا موافي، انت وحمدي بصراحه دخلوا ساعدوني في ومحمود كان ماسك العجان علشان العجينه تتعجن. زي ما حضراتكم شايفين كده طلعت بالشكل ده. العجينه لما عجناها كويس قوي، بصوا ناعمه خالص ازاي، غير ما كانت الاول شكلها عامل ازاي. الاول كنت تحسوا ان هي منعكشه، تحسوا ان هي خشنه، تحسوا ان ملمسها اصلا من غير ما تلمسوها شكلها بيقول ان هي خشنه، لكن بصوا كده ما شاء الله عليها ناعمه وزي الفل زي الملبن فعلا. طيب هنحط عليها رشه دقيق من فوق ورشه دقيق من تحت ونسيبها في حاجه واسعه كبيره علشان تبدا ان هي تتخمر براحتها خالص، اقل حاجه ساعتين، علشان كل ما اتخمرت كويس كل ما ادتنا نتيجه احسن. طلعت الفطير بتاعتنا بعد ما عملناها بالشكل ده. الفرن عندي شغال على 180 فوق وتحت. هبدا ان انا احطها من غير ما ادهنها اي حاجه خالص، من غير ما ادهنها اي حاجه خالص بالشكل ده كده. شبكه ثانيه يا شباب بس عشان نعمل ماشي. عشان هقول لكم على حاجه، بالشكل ده كده هسيبها تستوي خالص، ولما نيجي نقدمها هنشوف التقديم المختلف بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا عامله ازاي، هنسيبها تكمل وتاخد الوش بتاعها ولما نرجع نشوف هنزينها ازاي. طيب ريحه القرفه هايله هايله هايله. الصاج اللي تحت لسه عايز ياخد لون شويه، اروح حاطاه فوق ياخد اللون بتاعه ونبقى نطلعه. حطينا صوص شوكولاتة على الفطاير بتاعتنا، عندنا شوكولاتة بيضة ماشي، عندنا صوص سينابون ماشي. عايزين تخلوها فرضنية وتحطوا على كل واحدة منها لوحدها زي ما انتوا عايزين، بس انا موضوع ان يكون شوكولاتة نازلة ككمية كده بصراحة بتغريني اكتر. والايه ونبدا بقى ان احنا ايه ناخد واحده واحده كده زي ما انتوا عايزين. طيب الفطاير بتاعتنا طلعت وحطينا عليها صوص شوكولاته وصوص جبنه او صوص او شوكولاته بيضه حسب ما انت بتقدمي. عايزه تقدمي كل واحده لوحدها وتحطي عليها صوص زي السينابون من فوق زي ما انت عايزه. مكسرات كده ربنا كرمنا بيهم، شويه فستق شويه بندق زي ما انتوا عايزين، اللي موجود عندكم. ما عندكوش حطوا صدقني، ما عندكوش خالص ما فيهاش اي مشكله، هنستكفى بالشوكولاته اللي احنا حطيناها. طيب